اهلا وسهلا بيكم في مطبخنا. النهارده هنعمل خلية النحل، صينية خلية النحل. دي المقادير: 5 كوبايات دقيق، نفس الكوباية اللي بنعاير بيها، يبقى عندنا 2 كوباية لبن، او لو مفيش لبن حليب 6 معالق لبن بودرة كبار بندوبهم في 2 كوباية مية، ودوت كيس خميرة فورية. كيس الخميرة الفورية بيبقى 2 معلقة كبار خميرة ومعلقة بيكنج باودر، وده محسن المخبوزات احنا اللي عاملينه في البيت. تحطش معلقة دقيق، وتحطش عليها معلقة سكر، تحطش عليها معلقة بيكنج باودر، وتحطش عليهم 2 معلقة خل، وتسيبيهم بيعلوا زي ما انت شايفة كده. اول ما نخلص هيعلوا كمان عن كده. دلوقتي هنجيب طبق او اي حاجة عندك هتسخني فيها، هندفي اللبن وهنحط فيه 2 معلقة سكر، ونحط فيه كيس الخميرة، بس مش ما تحطش خميرة على النار، تدفي اللبن. بعد كده بعد ما تدفيه هنحط فيه الحاجات دي. دلوقتي هنحط في الكوباية 2 معلقة السكر، وهنفضي فيهم كمان كيس الخميرة، وندوبهم سوا. دلوقتي حطينا كيس الخميرة والسكر ودوبناهم، هنسيبهم 5 دقايق يخمروا، وبعد كده نبتدي نعجن بيهم العجين. دلوقتي هجيب البولة اللي فيها الدقيق، وهحط عليها 2 معلقة بيكنج باودر. هو كيس البيكنج باودر بتاخدي منه 2 معلقة بتعمليها محسن، والمعلقة التانية بتحطيها على الدقيق. واحط 1/2 معلقة ملح، قلبهم على بعض، وابتدي انزل باللبن اللي عليه الخميرة اعجن بيه. وبعد كده في 1/2 كوباية زيت هنلمي بيها العجينة. دلوقتي احنا دلقنا اللبن بنعجن بيه اهو، هنبتدي ننزل ب1/2 كوباية الزيت. ونكمل عجن، وهنحط قبل ما نعجن هنحط المحسن بتاع الخبز. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا خلصنا العجن اهو، فاحنا دلوقتي هنبتدي نسيبها 1/2 ساعة، وبعد كده نبقى نبتدي ايه نشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي عايزه العجينه بتاعتنا خمرت ازاي. دلوقتي جبنا صينيه ودهناها زيت، وهنبتدي نعمل كور وتحشي بقى الكور اللي انت عايزاها. دي الحاجه اللي انت عايزه تحشيها، عايزه تحشيها شوكولاته، عايزه تحشيها جبنه، عايزه تاكليها حاجه حادقه تحطي فيها لحوم، تحطي فيها لحمه مفرومه، تحطي فيها سجق، تحطي فيها اللي انت يعجبك جوه كل خليه زي ما انت تحب. دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو، بصي ايدك زيت، حط شويه ميه شويه زيت صغيرين في طبق، وابتدي كوري كوره كوره، وابتدي حطي فيها الحشو اللي يعجبك. دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو نبتدي نكور، وبتخلي مسافه بسيطه بين كل كوره والتانيه لحد ما نخلص الصينيه كلها. انت بقى عايز تحطي شوكولاته حطي، عايز تحطي جبنه حطي، عايز تحطي لحمه وتبقى خلية النحل حبة حلوة تاكليها انتي بالهنا والشفا زي ما تحبي. احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين قلنا احنا بنسيب مسافة ليه، احنا اول سطرة هو الصناعة. زي ما احنا شايفين ابتدت العجينة ايه بتفرش تكبر شوية، فاحنا عشان كده بنقول نسيب مسافة. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا خلصنا رصيناها كلها، وادي الطبق بتاع العجن، هما 5 كوبايات دقيق، عملوا لي صينيه مقاسها 30. هبتدي بقى اجيب دلوقتي صفاره بيضه واحط عليها شويه لبن صغيرين هدهن بيهم الوش. دلوقتي حطينا 1 معلقة لبن على صفاره البيضه، هضربهم طبعا عشان ما يبقاش فيهم زفاره. الناس اللي ما بتحبش ريحه الزفاره
هنحط نص معلقة فانيليا سايبة، وهجيب الفرشة بتاعتي وهبتدي ادهن الكور كلها. كده خلاص دهناها، هنبتدي نجيب سمسم ونرش على وشها او حبة البركة، يعني يا سمسم يا حبة البركة. السمسم بيبقى طعمه جميل في المخبوزات اصلا. وهبتدي بقى ادخلها الفرن، ودي خلية بتاعتنا اهي وهي جوه الفرن، شايفين بتعلى وجميلة ازاي. كنا بقى بنسيب مسافات علشان هي بس لما بتخمر وتستوي جوه الفرن بتبتدي تلزق في بعض كده. ودي الخلية بتاعتنا بعد ما استوت، وزي بقى ما احنا اتفقنا انت عايزاها حادق تحطي فيها جبنة، تحطي فيها لحوم، تحطي فيها زي اللي انت عايزاها سادة زي ما تحبي. ودي الخلية بتاعتنا اهي جميلة وبالهنا والشفا. ابتدي بقى قسميها وادي اولادك، وما تنسوش الاشتراك في القناة.